بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمن الجوانب المهمة التي اهتمت بها سورة النساء في توجيهها الناس إلى مكارم الأخلاق، من هذه الجوانب التي اهتمت بها سورة النساء مسألة أداء الأمانات، أداء الأمانات إلى أهلها. وفي ذلك يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. فهذه الآية الكريمة اهتمت ببيان فضيلتين أساسيتين. هاتان الفضيلتان متى وجدتا في فرد من الأفراد أو في مجتمع من المجتمعات، لابد أن يكون هذا المجتمع مجتمعا قويا متماسكا أمينا تسوده نعمة الأمان ونعمة الرخاء ونعمة الاطمئنان. وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة في رمضان في اليوم 20 من رمضان من السنة 8 ودخل مكة، دخلها بتواضع وكادت جبهته أن تمس عنق ناقته وهو داخل مكة شكرا لله عز وجل وتواضعا، وطاف بالكعبة ودعا الله سبحانه وتعالى بما دعا: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. بعد كل ذلك أمر أن يؤتى به، أن يؤتى له بمن معه مفاتيح الكعبة. جاء هذا الرجل وسلم مفاتيح الكعبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وطاف الرسول صلى الله عليه وسلم بالكعبة ودخلها. وبعد أن خرج أمر بإحضار هذا الرجل وحضر وقال له: يا عثمان، خذ أمانتك، فهذا يوم وفاء وبر. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. وأداء الأمانة من صفات المؤمنين الصادقين، ومدح الله سبحانه وتعالى الذين
يحافظون على الأمانات ويؤدونها لأصحابها كاملة غير منقوصة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يؤدون الأمانات ويحافظون على العهود، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، هؤلاء أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ويبين لنا صلى الله عليه وسلم أن من صفات المنافق الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، من صفات هذا المنافق أنه إذا ائتمن خان، إذا ائتمنه الناس على أمانة خانها. ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حتى قبل بعثته يلقب بين أهل مكة بالصادق الأمين، ورغم أن المشركين كانوا يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعضهم كان إذا كان عنده شيء ثمين يضعه كأمانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة أمر سيدنا عليا أن يرد الأمانات إلى أهلها، فكان صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لنا في رد الأمانات إلى أهلها. هذا هو الركن الأول الذي أشارت إليه الآية الكريمة، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمر الثاني أو الركن الثاني: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لأن بالعدل تحيا الأمم وتسعد الأمم. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن تكون أقوالنا وأن تكون أفعالنا وأعمالنا تقوم على العدل، العدل في الأقوال. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، العدل في الأحكام. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، العدل في الشهادة، العدل في الشهادة. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، أي أخلصوا الشهادة لله بأن تكون شهادة صحيحة ليس فيها زور وليس فيها بهتان. العدل عند الإصلاح بين الناس: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. العدل مع العدو ومع الصديق. وصدق الله إذ يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا تحملكم عداوتكم لإنسان أن تظلموه، لا، لأن العدل واجب مع الغني ومع الفقير، مع القوي ومع الضعيف، مع الحاكم ومع المحكوم.
مع العدو ومع الصديق، ولا يجرمنكم أي لا تحملكم عداوتكم لقوم على أن تظلموهم. اعدلوا في أقوالكم وفي أحكامكم، فإن العدل هو الأقرب إلى تقوى الله وإلى تقوى القلوب. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.